واحد فيه يقول لك كاري يا بوكا يا بوكا كيف صار في القزاز يا بوكا؟ عرفوا بيك محمد رابح يونس جهد الله مدني طبعا محامي احد افراد درع احد افراد جهاز درع ليبيا مع الحاج وسام بن حميد وان شاء الله جينا نستفرى طبعا انا وين مكلف قاعد مكلف في نقطه اسمها 3-3 نقطة حديدية نقطة حديدية إن شاء الله مجموعة يعني إن شاء الله جاهزين الأمور تمام مستعدين إن شاء الله بإذن الله يعني الأمور تمام والوضع تحت السيطرة طبعا يعني من الجبهات لحماية الحدود شنو شعورك؟ والله أي حاجة أهم حاجة تجد يعني الوضع الأمني يستتب خاصة الفترة هذه في حين الفترة القادمة يعني يكونوا جيش وطني أو يندمجوا الثوار تحت الجيش يعني إن شاء الله فكرة جهاز كويسة يعني فكرة جهاز درع ليبيا فكرة كويسة من ناحية اندماج الثوار للجيش الوطني وتأسيس يعني نواة الجيش الأولى إن شاء الله تكون بعد ثورة 17 فبراير. باي هيك بأنك أحد أفراد قوات درع ليبيا هل تحفز الشباب أن ينضموا لدرع ليبيا؟ والله بالعكس يعني نحفز أن ينضموا الشباب في مختلف الكتائب الأمنية لما زال ما تحقانش بوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الانضمام لجهاز درع ليبيا يعني جهاز كويس وإن شاء الله يعني حيتلقى استحسان من الدولة ودعم ونعمل باركة من الحكومة التنفيذية الجديدة والحكومة القادمة في المستقبل إن شاء الله بإذن الله بارك الله وفيك بارك الله جزاك قائد ميداني يحيى المقصبي تشرح لنا عن النقاط وين اي نقطه قاعدين فيها تاني. والله نحن تو متواجدين في نقطه 2-2 هي طبعا 9 كيلو متر من الكفره وهذا طبعا قوس ان النقاط انها 5-1 و2-2 و3-3 و4-4 و5-5 يعتبر هذه النقاط 5 نقاط على شكل قوس اللي هن جنوب الكفره جنوب الشرقي وجنوب غربي تنتهي بجنوب غربي نقطة 1-1 هذه تعتبر من الشرق ونقطة 5-5 تعتبر من جنوب غربي يعني تو نعتبر ان الدرع الليبي هو اللي مستلم من النقاط الحدودية والله مشيئة الله تعالى الدرع حيكون متواجد في النقاط هذا بمعاونة طبعا اخوتنا من الادلال من كفرة واهل كفرة ضروري في تعاون وثيق بين الدرع وبين الاهالي الشمتان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر مرحبا اخوتنا جيش الليبي مرحبا اخبارك شنو امورك الحمد لله تمام كيف تشوف الشباب؟ الشباب 100% والله عندهم تمام شنو التعاون ما بين درع ليبيا والجيش الليبي؟ كيف تشوف فيه؟ كيف الخوت 100% كيف بعضهم كيف الجيش كيف الثوار كلهم واحد بارك الله فيك الله اكبر شو رايك في همة الشباب والموجودين تو في النقاط الحدوديه بعد ما كانوا في الجبهات تو يحرسوا في الحدود على درع ليبيا؟ هذا مازال واجبهم ومازال يقوموا به في جميع الحدود وقاعدين يوزعوا فيه في النقاط 5-5 4-4 3-3 تو هذه 2-2 ومازال 1-1 ان شاء الله بارك والله الله اكبر بارك الله فيك قالك شياب بدري تنسف الشياب يا فرج راه نعم تنسف الشياب راه لا 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 كيف شباب وشياب شياب برا اما البركه والله بارك فيك مالي مازلت شباب لا لا استهلا والله الله. اكبر على قوات درع ليبيا اللي تقوم بواجب الحراسه توا وباذن الله كفر بخير وزويه والتبو ما شاء الله عليهم وان شاء الله خير ان شاء الله بارك الله فيك وفق الله أكبر.
هذه بقية قوات درع ليبيا بعد الانتشار في النقاط الحدودية لمدينة الكفرة، ترجع باقي القوة لتأمين باقي المفارق والنقاط الحساسة داخل المدينة.